في الرياضة المحلية يشتكي شباب قرية واد الخميس ببلدية أولاد راشد بالبويرة، يشتكون المرافق الرياضية والترفيهية، ما جعلهم يمارسون رياضتهم المفضلة وهي كرة القدم على مساحة ترابية. شباب المنطقة جمعوا المال واستأجروا الآلات لتسوية الأرضية وتهيئتها في انتظار تدخل الجهات المحلية. نطلب من السلطات يعني تشوف هذا الملعب وتشوف الشبيبه هذه، يعني ملعب ترابي يعني خلصناه وخدمناه يعني من جيوبنا، لمينا 100,000 الواحد باش شرينا التيف وخلصنا لاكاز وشرينا البلاط، يعني سلطات غائبه يعني 100%. ننتظر دائما مساعده من طرف السلطات العليا للبلاد الا وهي الولايه و والدائره. كوني شنو ستوماندي سي السلطات المحليه لنا اه تعاونك كان سيكم صطاده كنا باسكو صطاده تاعنا كوكال ماشي صطاد العالي لي جان ادركوا لنا هذه السروال سي لا دروغ الشراط اكسبري باش نلعب البالو تخرني الجريمه الالكترونيه باسكو خان سوالي سوال واخا كي ندورها لي جان ضاع نكون نسعى المواهب فين قرانين داك ورنا نروح لبارتو مي نتوما نروح اكثر واكثر.